طائرة الشحن الأمريكية C5 Galaxy تم تصميمها من قبل شركة صناعة الأمريكية لوكولد هايد مارتن لتوفر النقل الجوي الثقيل عبر مسافات كبيرة يتجاوز مداها 10,000 كيلومتر، حيث يمكنها التزود بالوقود أيضا جوا لمسافات أطول. شاركت هذه الطائرة في أول رحلة لها عام 1968. هذه الطائرة التي شاركت في العديد من العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى، وشاركت في العديد من عمليات النقل الجوي، سواء هذا النقل هو النقل الجوي الثقيل أو القريب أو حتى البعيد. طولها 75 مترا، وعرضها أيضا كما موضح الآن 67.9 متر. يبلغ طول كل جناح 30 مترا، وارتفاع الذيل 20.6 مترا، وارتفاع صالة الشحن 4.5 متر. تحمل هذه الطائرة 4 محركات، طول كل منها 9 أمتار، وقوة الدفع لكل محرك 41,000 باوند. هذه الطائرة تفتح مقدمتها إلى الأعلى لإدخال العتاد، وهناك باب خلفي أيضا. صممت هذه الطائرة لنقل الدبابات والعربات وحتى المروحيات التي تقوم بعمليات جوية متقدمة. يوجد بها 73 مقعدا خاصا بالجنود، وتستطيع حمل 12 سيارة نوع حمر عسكرية، وتستطيع أيضا حمل 6 طائرات أباتشي. أيضا يمكنها استيعاب دبابتين من نوع إبرامز، وهي إحدى الطائرات الأمريكية. يمكنها أيضا استيعاب هيكل كامل لطائرة شينوك كاملة التجهيز. هذه الطائرة لربما هذه الصورة موضح فيها دخول إحدى المروحيات، أو هي إحدى الطائرات التي تقوم بعمليات نقل للجنود، سواء الجنود أو حتى الذخيرة. ويمكنها أيضا حمل 118 طنا من العتاد العسكري إلى أي مكان في العالم. أخيرا، ما يعني الأشياء التي شاركت بها هذه الطائرة التي أمامنا الآن هي حرب فيتنام وحرب لبنان وحرب تحرير الكويت وحرب العراق الأولى والأخيرة. هذه هي عملاقة الشحن الأمريكي Galaxy 5.